اهلا بيك كابتن شريف. عايزين نتكلم على طول على الاجواء اللي احنا عايشين فيها بعد الماتش الاولاني. يعني الماتش الاولاني شفنا اداء مميز من النادي الاهلي، شفنا فوز، عايزين نستغل الفرحه دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله هنستغل الفرحه بالفوز الكبير اللي احنا حققناه في استاد محمد الخامس بالمغرب. تركيز فوق العاده الحقيقه، صح، اهتمام من جميع الاجهزه اللي موجوده في النادي والمؤسسه كلها كويس. كانت ورا هذه المباراه اللي طلعت بهذا الشكل الجميل. بنشكر كل الناس اللي طلعوا للنتيجه دي، وتكمل باذن الله بكره باذن الله يكون في شكل التزام زي ما احنا شايفين. لاول مره احنا بنعمل قبل المباراه زي دي 48 ساعه بتعمل وانت كسبان 2-0 مظبوط، بتعمل معسكر اهتمام جامد. الناس كلها خارجه من المباراه اللي فاتت، احنا ده اول هاف تايم، صح، هاف تايم الثاني في القاهره. ظروف اي مباراه ممكن تبقى متساويه متعادله، بنلعب فريق كبير الحقيقه محترم، عنده غيابات وانت عندك غيابات، كل حاجه فيها كانت شكلها تعادليه قبل المباراه اللي فاتت. المباراه دي باذن الله انت عندك الطمانينه، عندك الروح، عندك المسالك او الاشكال او الطرق او الاتجاهات اللي هتلعب بيها ضد هذا الفريق اللي انت ما كنتش عارفه قبل كده. انا قعدت مع هاني في البيت الكبير، قلت له انا عايز العب محمد هاني واحمد فتحي مكان عايزين شحات، عايز محمود وحيد وعلي معلول عشان اقفل بديع اوك واقفل اسماعيل حداد. اسماعيل حداد ونشوف الراجل اللي جاي الفيرود اللي هو الصغير الافريقي الثاني ده اللي هو عنده سرعات وعنده عايزين نقفل الحتت دي عشان رايح ياسر ابراهيم كنا وايمن اشرف. ف الشكل بقى انا عرفته خلاص. عندهم غيابات، ما تقدرش فرقه زي كابتن هاني كابتن ايمن كابتن اسامه كابتن عادل تلم نفسك في اربع ايام وتبقى فول باور، ما انت كمان عندك فرقتك بسم الله ما شاء الله حافظه وكسبانه 2-0. فانا عايز اطمن الناس برضو ان احنا لازم نلعب صحيح بهدوء اعصاب، ويا سلام على السبق في احراز اول هدف، صعب المهمه تماما وينهي المهمه تماما. ما احترمنا للخصم، ما احترمنا للخصم على اهوائه بقى، يعني جاي عايز يعمل هنا يلعب ضاغط يلعب نفسي. انت اللي المفروض تلعب على الفرقه دي ضاغط، وعرفت النو هاو بتاع الفرقه دي. فانا شايف ان احنا ما نحملش لاعبتنا، يعني نخرجهم بره تركيزهم ان هم الحقيقه كسبانين 2. انا شايف الدنيا كلها المباراه والكوره وفيها كل حاجه، كل اللعيبه دي فاهمه كويس قوي، ولاعيبه كبيره ولاعيبه محترف، والجهاز الفني بتاعه محترف جدا طبعا ومر بحاجات كتير قوي. بس من حقنا ان احنا نلعب بهدوء، من حقنا ان ما يكونش في تسرع، من حقنا ان احنا نلعب ضاغطين على الناس دي وعارفين شكل الضغط بيبقى عامل ازاي. من حقنا لعيبه معينه كان عندها اجهاد ابعد عنهم خالص، والعب بناس سليمه 100%.